شفنا على مدار أكتر من شهر فعاليات كتير، وكل يوم بننبهر بفعاليات جديدة ومختلفة، ما بين حفلات موسيقية، ما بين كمان أنشطة رياضية كبيرة. الحقيقة من ضمن الحفلات المميزة في أي مهرجان وفي أي مكان، سواء في دار الأوبرا المصرية أو في غيرها من الصروح، حفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت. دايماً الحفلات بتكون كاملة العدد، سواء كانت في الأوبرا أو في أي مكان تاني، دايماً بمجرد فتح باب الحجز التذاكر بتنفذ، والناس بتقعد تدور عايزين تذكرة لحفلة الموسيقار الكبير عمر خيرت. عشان كده جمهور مهرجان العالمين مستني بحماس انه يحضر حفلة الموسيقار الكبير عمر خيرت، واللي هتكون يوم الخميس اللي جاي. والفنان عمر خيرت هيكون في ضيافة الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة على خشبة المسرح الروماني بالعالمين. خلونا دلوقتي نتعرف على الحفلة وكواليسها والتفاصيل أكتر مع الفنان والموسيقار الكبير الفنان عمر خيرت. مساء الخير، برحب بحضرتك. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ودي طبعا مش اول مره حضرتك تكون فيها مع الاعلاميه الكبيره اسعاد يونس في برنامج صاحبه السعاده. احنا يمكن لو نرجع لسبع سنين فاتوا كان في صاحبه السعاده. ده حقيقي يعني في العالم العربي كله، واعتقد في العالم كمان. ده حقيقي، والجمهور مستني حفله حضرتك ومستني وجودك مع الاعلاميه والفنانه اسعاد يونس. وأنا بستعد ليهم عشان بحبهم. ده أكيد، ومستنيين نعرف يا ترى حضرتك إيه الجديد اللي ممكن هتعلن عنه في الحلقة وفي الحفلة كمان. لا ساعتها بقى هو ده الجديد. هنتفاجئ. طيب يمكن من الحاجات المختلفة والجديدة في مهرجان العالمين فكرة أن يكون في حلقة مع نجم وكمان حفلة في نفس الوقت، مش مجرد أنها تكون حفلة، ففي نوع من أنواع التفاعل وفكرة جديدة بتتقدم في مهرجان العالمين. حضرتك شايف كمان إزاي المهرجان والتواجد فيه؟ دي ثالث سنة أعتقد أن أنا بقدم حفلات في المهرجان، وده شيء طبعا مهم جدا في اللي بيحصل في حياتنا كمصر العظيمة، إن عندها هذا الكم من الإنتاج الثقافي والفني بيتقدم للعالم كله والعالم العربي كمان، لأن كل حاجة بتتذاع وبتتعرف، فبيبان يعني مصر بتعمل إيه. هو ده الحاجة اللي أنا شايفة حلوة، وحبي واحترامي يعني صاحبة السعادة سعادة غانم يونس، دي حاجة جميلة وأنا مبسوط إن أنا ألتقي معاها ومع الجمهور. الحقيقة جمهور حضرتك وأنا واحدة منهم ما بنملش في أي حفلة، ودايما بنبقى عايزين الأغاني تتكرر تاني وتالت ورابع، وفي أغاني كتير بنتمنى كمان أو مقطوعات موسيقية نتمنى حضرتك تقدمها، يمكن مش بتتقدم في كل الحفلات، لكن هل في حاجة معينة حضرتك نفسك تقدمها أو مستني أن الجمهور يطلبها منك وممكن تعمل ده على خشبة المسرح؟ في حاجات هتبقى مفاجأة بالنسبة للجمهور. عارفة كل فترة حضرتك بشتغل على حاجة جديدة أقدر أعملها في الحفلات، ففي أكتر من اتفضل في وفي برضو تقديم لحاجة دايما بيكون معاك سولو بيكون مميز وبتقدمه على المسرح كمان في العروض، ده كمان هنشوفه في الحلقة المنتظرة أو الحفلة المنتظرة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب شركة تذكرتي أعلنت عن فتح باب الحجز للتذاكر، هل في شروط معينة اتحطت عشان الجمهور يحضر الحفلة؟ هل في حاجة مختلفة السنة دي عن مهرجان العالمين السنة اللي فاتت الحاجة كمان كنت موجود فيه؟ لا يعني أتمنى أن كل الناس تبقى موجودة، يعني هو الهدف أن كل الناس يعني نحب نسعدهم يعني. ده أكيد حضرتك دايما بتسعد جمهورك الفنان والموسيقار عمر خيرت. ربنا يخليك. لكن تقييم حضرتك بشكل عام لمهرجان العالمين في نسخته الثانية السنة دي، ويمكن حرص على التنوع في الأنشطة، حضرتك شفت إزاي المهرجان السنة دي في دورته دي والأنشطة الكتير اللي كانت برافو عليك. شفت
شفت ان في مجهود عظيم بيتعمل، وحضرتك عارفه ان القوى الناعمه هي السند لاي بلد في الدنيا يعني. فاحنا عندنا قوى ناعمه عظيمه ومؤثره في العالم العربي والعالم كله، فاستمرار ده في منتهى الاهميه. بأكيد احنا بالتأكيد منتظرين حفلة حضرتك ومنتظرين المفاجآت. كله دلوقتي هيفكر يا ترى الفنان والموسيقار الكبير عمر خيرت محضر لنا ايه في الحفلة وفي الحلقة، وايه المفاجآت اللي هيعلن عنها مع صاحبة السعادة. انا بشكرك شكرا جزيلا الموسيقار الكبير عمر خيرت، شكرا على وجودك معنا. شكرا ليك.